جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كثير من المسلمين لا يعرف المفاضلة بين الأعمال شيخ صالح، وحينئذ تجده يرغب في عمل معين ربما يكون مفضول ويغيب عن ذهنه العمل الفاضل، حول كتاب معين يحدد هذه المفاضلة بين الأعمال حتى يعود إليه المسلم. جزاكم الله خيرا. لا شك أن الكتب ولله الحمد التي تبين فضائل الأعمال كثيرة، منها كتب الحديث مثل كتاب الترغيب والترهيب من حافظ المنذري، ومثل كتاب رياض الصالحين للإمام الحافظ النووي، ومثل غيرها من كتب الحديث، فإنها تبين فضائل الأعمال من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكمان إذا تأمل الإنسان آيات القرآن كالآية التي تلوناها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، من الشرط في سبيل الله، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذه حبة واحدة أنبتت 700 حبة. ثم قال والله يضاعف لمن يشاء، فقد يزيد التضعيف على 700. وهذا بحسب نية العامل وبحسب موقع العمل. فلا شك أن الإنسان يتأمل قبل أن يقبل على عمل، يتأمل في فضله وفضل غيره ويرجح بين العملين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحبة كما في بسبع مئة حبة شيخ صالح، والصلاة بمئة ألف صلاة معلمكم توجيه. لكن هذا 700 حبة، هذه نفعة متعددة، نفعها متعددة إلى غير طيب، لأن 100,000 صلاة فهذه للعام فقط لا يتعدى نفعها للعام نفسه. قلنا إن هناك كتب تتحدث عن فضائل الأعمال، لكن كتب تتحدث عن المفاضلة بين الأعمال، بمعنى أن هذا العمل أفضل من هذا العمل. هذا بالتأمل لا أعرف كتبا من هذا النوع تفاضل بين الأعمال تبين، لكن هذا بالتأمل بالنصوص، تأمل في النصوص القرآن وهي النصوص النبوية، ومطالعة كلام أهل العلم، مطالعة كلام أهل العلم في شروح هذه الآيات وهذه الأحاديث. لا الذي لا يستطيع أن من العوام الوصول إلى معرفة هذه الكتب والتفاسير والشروح عليه أن يسأل أهل العلم، عليه أن يسأل أهل العلم فيقول هذه الأفضل أني أذهب للعمرة أو أنني أحج أو أنني أبذل هذا المال في نفع المسلمين المحتاجين، يسأل أهل العلم.